أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا وبكل أوفياء المواعيد الثقافية. انطلوا عليكم كما كل ليلة من خلال طوق الياسمين من خلال جولة مع أبرز المواعيد والتظاهرات الثقافية. حصتنا لليلة باش تبدأ الآن. نرحب بكم الناس الكل. شكرا شكرا لطوق الياسمين. عالم الفن الرابع حاضر معنا الليلة في طوق الياسمين، هذاك علاش باش نهزوكم إلى فضاء التياترو وين كان الجمهور على موعد مع مسرحية حورية بإمضاء ليلى طوبيل ومهدي الترابلسي. برشا جمهور جاي لفضاء التياترو وواكب العرض وتعرف عليه أنتم إذا كان ما مشيتوش، برشا تفاصيل باش يمدنا بها الفريق الصحفي للبرنامج. نمشي ونشوفوا مع بعضنا. شكرا شكرا لطوق الياسمين. الممثلة المسرحية ليلى طوبيل والموسيقي الشاب مهدي طرابلسي العرض الأول لعملهما حورية هو عرض مسرحي موسيقي دائم 90 دقيقة. ما همش بشي سكتونا، ما همش بشي نجم سكتونا. حضرات المستمعات والمستمعين، اليوم كما وعدنا وكما قررنا ينطلق البث على موجات إذاعتنا، إذاعتكم سلام أفان، إذاعة كل واحد يتنفس حب وجمال وحرية. معايا في الاستوديو فنان تونسي فرنسي من قلب باريس، اسمع الترشيقة حتى بيانو بين كفوفيدي وشد ثنية لبلاده اللي عشت العمر متوحشها، يحلم بشي عنقها، يتدفى بشمسها، يستر بريحتها، يغرق في بحرها ويتوه في شوارعها. هو اليوم معانا وسط الدمار وبين الأشلاء، جندي من الجنود يحارب في الرعب والموت بلمسة قلب ومعزوفة. عمل مسرحي موسيقي مع الفنان مهدي طرابلسي، وعمل يحكي على قصة حب مستحيلة في زمان كما قلت في المسرحية ما عادش ممكن الإنسان يعيش بالحب، ما عادش ممكن يحلم، ما عادش ممكن في وسط الغول هذايا اللي قاعد في كل بلاصة في العالم، قاعد يقتل في الحلمة وقاعد يفرض علينا بالدم وبالعنف. العمل المسرحي على الجمع بين صورتين والمراوحة بينهما. الأولى صورة واقعية مباشرة تتمثل في حركة الممثلة ليلى طوبيل وعنصر السينوغرافيا والديكور والإضاءة المؤثرة للركح. أما الصورة الثانية هي صورة ذهنية يتمثلها المتفرج مع النص اللي تلقيه ليلى طوبيل. حورية ترسم أطوار قصة الحب الممنوعة اللي جمعتها بآدم. زعما كيفاش باش تكون نهايتها الحب المستحيل؟ في الاخر حورية باش تقعد حية، معناتها الفن والموسيقى والاشياء الجميلة هي اللي تخلي رغم كل شيء حورية حية، رغم اللي قتلوها حتى لاخر قطر الدم فيها. المسرحية هذه شدت اهل الفن والسياسة والثقافة والاعلاميين اللي حضروا بكثافة في العرض الاول وعبروا عن اعجابهم بهالمسرحية. في اول حلقة من برنامج لا بستوري، هذا البرنامج هدية من القلب للمستمعات والمستمعين والمحرومات والمحرومين من بوسة تعليقة دحنيسة في كل البلدان وخاصة منها العربية. هذا البرنامج تريتمون اباز دو بلان للي عنده كارونس في خلايا الحب وغرز الدم في خلايا الكره. هذا البرنامج باش
يحقق ما عجز أسيادنا وأسيادكم الأنبياء السياسيين الفلاسفة الشعراء على تحقيقه. بشي طيب من عينيكم منه، بشي خليكم تسلموا في المهازل التلفزية بأنواعها، بشي خليكم تسكروا ليكونت فيسبوك نتاعكم، بشي يركب لكم جوانح ويطير بيكم في السماوات السبعة، بشي يخليكم تفرحوا تبكيوا تشتحوا بالمحارم ومن غير المحارم. جمهورنا في كل بقعة من البقاع المحتلة والغير المحتلة والشبه المحتلة، انتوما اللي عمركم من 7 إلى 77 سنة، تبعوا معنا قصة الحب المستحيلة في زمن الجرذان والقلغة والحمل المنتن، قصة الحب الممنوعة في زمن الحرب اللي ما عندهاش اسم وما عندهاش وجه. كنت خايف من أن تسقط ليلى في آثار أو مخلفات سلوان ويكون فما مباشرتية وكسيت زيل في الجو أو في النص، لكن لا، نسيت سلوان وخدمة حاجة أخرى موفقة جدا وفما غمز كبير ونقد لاذع وواضح وصريح ومريح أيضا لوسائل الإعلام من خلال تضمين الراديو سلامة فام. ثم ذكاء في النص، فما تريزة في النص وفي الجو، فرق العادة كالعادة. النص كالعادة، تاريخ السرد بتاع النص، لا بريستانس، لو جو سينيك، لو ريتم، تو لا سانسيريتي، ليموشن، تو، كل شيء كل شيء كالعادة. ليلى كما نعرفوها ليلى توبال، تحطك قدامك الحاجات الخايبة كلهم، بعد تخرج لك شوية أمل تخليك ما تأيسش بكل وترى في حاجة حلوة باش تجي لتونس. مي تبارك الله عليها ليلى، لي توجور فيديل الميم، شفنا اون ديغي اون دوزيام بارتي نتاع سلوان، وتبارك الله عليها، امرأة بال في الرجل. عجبتني الإنسانية اللي في ممثلة تونسية اسمها ليلى توبال، عجبتنا حورية اللي هي حبت تحكي على الحرية، حبت تحكي على تونس، حبت تحكي على الوجع العربي. أسلوب ليلى توبال ساحر في إنها تتقمص العديد من الأدوار على خشبة المسرح، فكان عمل متكامل. وأنكور سي ليلى توبال من سلوان، كان
الحورية كانت قاعدة تعمل في سلسلة من الأعمال المسرحية الموجهة إلى فئة معينة من السياسيين. مسرحية حلوة برشا برشا، برافو ليلى طوبيل، تري بيل بيرفورمانس الحقيقة، وعلى مستوى النص على مستوى الأداء بارك الله عليها. وحاجة حالة مكنة بيد الفليجة. سامحونا حضرات المستمعات المستمعين، حان رفع الأحوال الجوية بعد ما طلعت السخانة في كامل تراب الجمهورية، درجة الحرارة في انخفاض واستقرار وتتراوح بين 150 و 300 درجة، البحر شديد الاضطراب مما أدى إلى انقلاب والإطاحة بالحوت الكبير اللي عاش طول عمره يتعشعش وياكل في الحوت الصغير. الصيد البحري خير ونعمة، بلانسيات متكمة بجثث اللي حرقوا وغرقوا، جثث متعفنة وفي حالة وفاة. الريح شرشر، اسلوب شرقية غربية، أقصى يمينية مصحوبة بجواب عرضية، ما سجلنا حتى إصابات لأنه جل المواطنات والمواطنين متعودين يميحوا مع الأرياح. أوقات الشروق والغروب المناكر الكل سكتوهم، ومن هنا فصعدة باش نشوفوا كل شيء بالرؤية. المسرحية اليوم لليلى طوبيل تقول عليها أول مرة نشوف ليلى، معناها انا قلت بعد سلوين وبعد معناها عديد الاعمال اللي قدمتها يندرى شنو باش تقدم ليلى، شنو الاضافه اللي باش تضيفها، خاطر قعدنا نشوفوا في مواضيع قاعده تتكرر حتى عند بعض المسرحيين الاخرين، لكن ليلى اليوم خرجت في شكل جديد، في ثوب جديد، في لباس جديد، في عمق جديد، وطرقت المواضيع الحينيه وعملت بينا دوره ذكرتنا ببعض المواضيع اللي كذلك تعرضنا لها من قبل الثوره واثناء الثوره. مرة أخرى طلعت مش حورية من الجنة فقط، إنما حورية على أرض الواقع اللي تصرخ بمحبة كبيرة من أجل تونس، ويزمنا بكلنا نقفوا لتونس. أمكم عنقتك وتبكي، ديما ريت الباقة خطفتي من يدي وجعت فيا قبيلة رشجة. حورية حورية باش نرجع باش نرجع، أما ماشي نعرفش وقتاش باش نرجع. ماشي حورية استناني استناني سنين، استناني عوام وراسي باش نرجع. بكيت مسحتي دمعتي بعيني، عنقتي حتى تصدع عليا النفس، صبرت بوس على شفايفي ومشيت. والبعيد عملتلي ري استناني استناني باش نرجع. نحبك ري نحبك من نهارتها من نهارتها، قوم في الجاني نستناك نستناك مهروب اخر نجمه مع الضوء او الخضاب. نمشي نتخبى ورا الشجره نتلمس شفافي. هذا كان العرض الأول المخصص للصحفيين في مسرحية حورية في انتظار أعمال ومسرحيات قادمة ليلى طوبيل. جيت ولا ماشي؟ خاصة تذكرتي فوق لو غران فواياج. الموت اليوم عيطت لي، حياة نموت عليك، نموت نعيش على خاطر قالها ليه؟ ليه؟ شنو الحكاية؟ مستحيل بعد ما لقيتك نسلم فيك. ليه؟ 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 شكرا شكرا لطوق الياسمين. اش قولكم الان كي نمشيو مع بعضنا للمكتبة الوطنية 9 افريل، وين كانوا حاضرين برشا اطفال صحبة الاولياء نتاعهم، وتم خلال هذا الملتقى عرض لوحة رقمية مبتكرة عن طريق انسان الي، وقراو لهم برشا قصص كتشجيعا على المطالعة من خلال تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة. زميلتنا ايمان عبد القادر كانت في الموعد، نمشيو معها مع اكثر تفاصيل. شكرا شكرا لطوق الياسمين. هو عرض ليس ككل العروض، لوحات رقمية مبتكرة وإنسان آلي يتحرك ويتكلم وأيضا يعلم الأطفال. الإنسان الآلي كان نجم ملتقى ترويجي يهدف للتحفيز على المطالعة عن طريق الوسائل الرقمية الحديثة. كنت تعطينا فكرة أوضح على هالتظاهرة هذه المخصصة للأطفال. التظاهرة هذه في فضاء مش للباحثين، فضاء مجاني مفتوح للأطفال وللشباب،
نظمتها وإدادية المكتبة الوطنية. الفلسفة اللي وراها هي التالية: الشاشة والصورة تهدد الكتاب بالنسبة للأطفال. احنا يلزمنا نقربوا الكتاب في صور متعددة ونجيبوا الكتاب للشاشة. هذيك علاش تظاهرة هذه متعلقة بتطبيقات تخلي الأطفال يقراوا على الشاشة، على الهواتف الجوالة، على التابلت وعلى الكمبيوتر. عندما يمر المترجم من الممر على السيارات التوقف، الفتاة تريد عبور الطريق على ممر المشاة. أولا تتأكد من أن كل السيارات توقفت عند الممر، ثم تعبر الطريق بانتباه. توا بتطور التسويق التجاري تطور على أشكال أخرى، أشكال يعني تجلب اهتمام الطفل، وفي آن واحد تفتح على التكنولوجيات الجديدة يمكن تقديمه لهذا المنتوج وتقديم لهذه اللوحات ولهذه التطبيقات، يشد الطفل أكثر، يشد الولي أكثر، ويجعله يعني يتطلع لآفاق رحبة وآفاق مفتوحة على هذا العالم الواسع. أعوان ودادية المكتبة الوطنية قدموا تطبيقات تعليمية فريدة بمناسبة العطلة المدرسية للتشجيع على المطالعة. ويبقى السؤال، هل أن الكتاب الورقي يحافظ على وجوده في خضم الثورة الرقمية اللي يشهدها العالم؟ اليوم جينا باش نعملوا عقد شراكة مع الودادية نتاع المكتبة الوطنية. عندنا دو بروجي اليوم باش نقدمهم. أول حاجة هي اللوحة الرقمية التعليمية والعلاجية للصغار. احنا شركة نخدموا التطبيقات التعليمية للصغار ونبيعوا فيهم على كوارت، كيف كوارت متاع تليفون. الولي اللي يحب ياخذ تطبيقات تعليمية ولا علاجية يمشي لنقاط البيع متاعنا ياخذ كارتة، كل كارتة فيها ألعاب معينة تعاون. كيف ما تشوفوه رايا قاعدين نخدموا في حاجة إنوفاسيون جديدة في العالم أول مرة تصير، اللي هو نخدموا بالروبو كمعلم يعلم الصغار ومعها التابلت متاعو. الروبو قاعد يحكي في الدرس متاعو وكي يحكي على حاجة معينة، معناتها تو مثلا هنا قاعدين نخدموا على السلامة المرورية، هو يحكي على إشارات المرور، هو يحكي في سيتواسيون معينة، صغير في التابلت متاعو تجيه تصاور تجيه الفيديو. بعد ما يكمل الدرس متاعو الروبو الصغير على التابلت متاعو لازم يجاوب بتطبيقات تفاعلية على الأسئلة. ما هو شكل علامة الملل؟ مرة واحدة عندك الحمر جيب مرة واحدة دورة هز انزل على شكل مناسب من لوطك وربع اللي تحت. من هي علامة المنع الصحيحة انت؟ هدي انزل على تحتها وانزل عزر صحيتك هيك تشوف تسهيل. زوج شركات يخرجوا حاجة جديدة للصغيرات اللي هي الأولى على مستوى العالم العربي، هو كتاب عبارة على صور فقط ونحطوا عليه تطبيقة، التطبيقة هي اللي تخرج للكتابة. تبدا يولي صغير يقراها وباللغه اللي هو حاسوا بها، فما العربيه الفرنسيه الانجليزيه واللهجه الدارجه التونسيه بالنسبه للاطفال اقل من 5 سنوات. وعنا زاده نخدموا الكولورياج، نخدموا معناها الكولورياج معناها الصور ان 3 دي بالصوره، معناها ثلاثيه الابعاد، معناها صغير ما يرات الكولورياج ما نعطيوش اكزومبلير نحطوه له ونحطوا فوقو ابليكاسيون تخرج له مثلا الحيوان ولا الغله اللي باش يلونها ولا حاجه اون 3 دي، والتي تعلم السائق بوجود موقف سيارات او طريق بدون مدخل. وهناك علامات امن مثل هذه العلامه التي تدل على الاتجاه والدوران. وانتم تجيبوا عليه هذا بركة، بعد ما تجيبوا اغزروا لكل منيم اغزروا لكل كي تجيبوا على السؤال تنزلوا على واحدة زرقة هيد بشوفوا إجابتكم صحيحة ولا بعد ما قريتوا واحد الأسئلة الكل تجاوبوا لكم عليها. هاي أبديو شكرا شكرا لطوق الياسمين.
ختام جولتنا الثقافية بالنسبة لليلة إن شاء الله كنتوا استفدتوا خاصة من خلال المادة الثقافية اللي أمنها لكم، وما تنسيوش راكم تلقاونا كيما كل ليلة سواء معايا أو مع زميلتي نورس من خلال موعد الثقافة طوق الياسمين، حراك ثقافي كبير وبرشا مواعيد هامة ثقافية دولية إن شاء الله باش نعيشوها في بلادنا. أكيد طوق الياسمين باش يكون في الموعد. نشكركم ديما على وفائكم لينا وشكر كبير لكل زملائنا التقنيين. أنا مقالي كيما نقول لكم كان تصبح على خير. أنيس الكل. شكرا شكرا شكرا.